حياكم الله أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج الفرات داركم، والفرات هي دائما داركم وعنوانكم. وكما عودناكم في البداية نقدم التعازي إلى كل أهالي قطاع غزة باستمرار العدوى الغاشم، وكل تأكيد القصف الغاشم على الأهالي في غزة. الله يرحم الشهداء، وأيضا يكون إن شاء الله عون حقيقي إلى أهلنا في غزة، وإن شاء الله حقوق الإنسان يجب أن ترى ما يحصل في القطاع. مستمرين مشوار حلقتنا لهذا اليوم بكل تأكيد، وعندنا كثير من الفقرات المتنوعة، وأيضا محور حلقتنا لهذا اليوم الآثار العراقية، كنوز دفينة. عندما نتحدث عن العراق نتحدث عن كنوز وعن آثار وعن تاريخ وعن مبادئ، لكن أكيد بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام متواصلين معكم. فداء لكل منتصر حزين، نفس الفداء لكل منتصر حزين، قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت رجليه اتزان العقل، معنى العدل في الدنيا على إطلاقه، يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القاعدين. والحرب واعظة تنادينا، لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا. نعم هذا قضاء الله، لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين. نفسي فداء للرجال ملثمين، إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء يطير من أدنى لأعلى، مثل تاريخ هنا يملى فيتلى، حاصرونا كيفما شئتم فإن الخبز والتاريخ يصنعها هنا تحت الحصار. نفسي فداء للشموس تسير في الأنفاق من دار لدار، إن الصباح هنا يهرب من يد ليد بديلا عن صباح خربته طائرات الظالمين. نفسي فداء للسماء قنابل الفسفور تملأها كشعر الغول، ألف جديلة بيضاء نحو الأرض تسعى، ألف أفعى والسماء تريد أن رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذا الفاصل. الله يعين أهلنا في قطاع غزة، وإن شاء الله ينصر المظلومين الله سبحانه وتعالى. محور حلقتنا لهذا اليوم هو مهم جدا، عندما نذكر العراق يعني نذكر الشعر، نذكر أكيد الملاحم، وأيضا أول قانون للبشرية كما نعرف في مسلة حمورابي. اليوم العراق زاخر بالآثار، زاخر بالتاريخ، بالمعارف، بالعبر، بالدروس. فبالتالي عندما نجسد أو نصدر هذه الحضارة العراقية يجب أن تكون على محمل الجد، وبالتالي عندما أينما تحفر في العراق الحبيب تجد الآثار. البعثة الفرنسية للتنقيب عثرت على جسد أو الثور المجنح لاماساو، وكانت هنالك أكيد تغطية لهذا الحدث المهم الذي قلب العالم، وبكل تأكيد كل المجلات الإعلامية كان هذا الخبر هو الصدى الأول بكل تأكيد. نشاهد هذا التقرير أعزائي المشاهدين، نرجع بعده. اكتشاف عظيم، العثور على جسد الثور المجنحي لاموسو في نينوى، قطع رأسه قبل عقود وظل موقع جسده غير معروف حتى يوم اكتشافه. البعثة الفرنسية للتنقيب تعثر على جسد الثور المجنح لاموسو في موقع دور شاروكين خرسبات الأثري في نينوى، والذي كان عاصمة الملك الآشوري سرجون الثاني. اكتشف الثور المجنح شيدو لاموسو في التسعينيات القرن الماضي، لكن حاول البعض سرقته بتقطيع الرأس وتهريبه إلى خارج العراق، وبعدها أرسل الرأس إلى المتحف العراقي وأعيد ترميمه وهو معروض في القاعة الآشورية. أما الجسد فقد ظل في مكان غير معروف حتى اكتشافه اليوم من قبل البعثة الفرنسية. البعثة الفرنسية في بيان صرحت: التمثال المكتشف يبلغ طوله 3 أمتار ويزن 10 أطنان، وهو مصنوع من الحجر الجيري الأبيض.
التمثال كان موجودا في منطقة الباب الرئيسي للقصر الملكي في خورسباد الذي كان مقرا للحكم الآشوري في القرن السابع قبل الميلاد. علم لسانك يصغي فالعراق هنا، تبا لكل لسان لم يكن أذنا. هنا العراق ولولا ماء دجلته ما كان صلصال هذا العالم عجنا. شاهدنا بالتقرير أعزائي المشاهدين عن هذا الحدث المهم بكل تأكيد، ويحتاج أكيد إدامة، وإن شاء الله وزارة الثقافة هي على عاتقها هذه المسؤولية بكل تأكيد. وينضم لنا بالحديث أكثر عن هذا الموضوع الدكتور أحمد العلياوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة ومدير عام المخطوطات. حياكم الله دكتور، نورتنا. البداية نبارك لكم، أكيد مثل هذه الاكتشافات مهمة جدا لوزارة الثقافة وأيضا تدعيم وزارة الثقافة. شنو خطتكم من أجل هذا أو هذا الاكتشاف؟ شكرا جزيلا لك، وتحيات لقناة الفرات التي تهتم وتتابع مثل هذه الملفات الثقافية الأساسية في بيئتنا العراقية. اليوم نتحدث عن مكتشف من المكتشفات التي ترتبط بالملف الآثاري العراقي. هذا الملف من الملفات المهمة التي يعني تؤصل للعراق حضاريا وتاريخيا. تعرف أن قيمة هذا البلد قيمة حضارية قديمة مرت عليه مجموعة من الحضارات الإنسانية، وهو عبر كل هذه الحضارات يؤسس للإنسان حضارة وفكرا وثقافة كتابة تاريخا. وهذا المكتشف يشير إلى المنطقة التي وجد فيها، إذ كانت عاصمة للدولة الآشورية في تلك المنطقة في خورسباد. هذه العاصمة أنشئت على عهد سرجون الثاني في 722 قبل الميلاد. مثل هذه الأخبار تجعلنا إزاء تفكير بالعراق، كلما اكتشفنا أثرا كلما أعدنا النظر في عظمة هذا البلد، وأعادنا هذا النوع من المكتشفات إلى مستوى الوعي ونمط الثقافة وكيفيات تفكير الإنسان في أن يخلد منجزاته على هذه الأرض في وقت قد لا نعتقد فيه في عالمنا المعاصر أن الإنسان يمكن له أن يصنع مثل هذه التماثيل العملاقة. لاحظتم في التقرير مثل ما يعني تابع المشاهدون الكرام حجم الثور المجنح وكذلك وزنه، طبعا وزنه يصل إلى 20 طن، يعني أكثر من 10، وهو واحد من أصناف الثيران المجنحة في العراق في الحضارة القديمة. بعض هذه الثيران موجود معروض في المتحف العراقي. فالحديث اليوم عن هذا المكتشف إنما يقودنا إلى ما تمارسه وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبإشراف معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد البدراني، وكذلك مشاركة واهتمام من السيد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث الدكتور ليث مجيد، ومتابعة خبرائنا الذين يعملون في الأرض العراقية إلى جنب البعثة الأجنبية. يعني الآن الشارع العراقي أو سؤال عند الشارع العراقي، كيف ممكن تم اكتشاف هذا المكتشف؟ ما هي المبادرات الأولى؟ كيف كانت من قبلكم؟ نعم، اليوم في عمل الوزارة مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني عبر اهتمام السيد الوزير السيد رئيس الهيئة، دوائرنا التي تعمل في الوزارة ولا سيما على مستوى الهيئة العامة للآثار والتراث، هناك مجموعة من خلينا نسميها تشبيك مع جامعات عالمية متخصصة في مجال الآثار، أساتذة، باحثين، مؤسسات، كل هؤلاء يرومون الوصول إلى العراق والعمل في الأرض العراقية في مجال التحري والتنقيب. هذا هو حقل تخصصي. يعني إذا أقول لك أنه هناك مجموعة من الخبراء يحلمون بالوصول إلى هذه الأرض فعلا، يعني مجموعة ممن هم متخصصون في قراءة النصوص المسمارية. أحد الأساتذة هذا متخصص في قراءة النص في ترجمته، قبل مدة هو للمرة الأولى يزور العراق
من 40 سنة 50 سنة يعمل ولكنه لم يصل للعراق. فوصول الأساتذة من هذا النوع إلى هذا البلد يعني لهم الكثير رغم كل الظروف التي تشاع هنا وهناك، يعرفون التاريخ متواجد بالضبط. أصل الأرض، ومثل ما نقول نحن في الجملة الشعرية، مسقط رأس الأرض ينطلق من هذا البلد، والحضارة الإنسانية انطلقت من على هذه الأرض. فالعمل اليوم في الوزارة في أننا نستعيد العافية الثقافية، هكذا أنا دائما أقول أنه نستعيد عافيتنا الثقافية بالتواصل مع البعثات التنقيبية. اليوم لدينا أكثر من 25 بعثة في العراق، هذه البعثة يشترك فيها الخبراء الأجانب مع خبراءنا العراقيين، يعملون جنبا إلى جنب. وعمليات التحري والتنقيب ليست أمرا سهلا. أنا يعني أسأل على هذا الموضوع دكتور، من الممكن كيف يتم عمليات التحري أو التنقيب؟ يعني مثلا هل هنالك نصوص تاريخية ترجعوا لها، بالتالي مثلا في هذه الأرض كان يوجد فلان أو فلان كذا، إخبارات من الممكن وجدت، أو من الممكن فقط تحري للأرض لأن هي كل الأرض العراقية متواجدة فيها مخزون؟ بلا شك المخزون موجود، ولكن عادة هناك مجموعة من العلائم الإشارات الدلالات التي تقود المتخصصين إلى أن هذه الأرض في المنطقة المعينة عبر الخرائط التي يعني ترسم للعراق القديم، وما يمكن أن يذهب بنا إلى هذه المنطقة دون أخرى. كل هذه التفاصيل تقود، ولهذا نحن نسميها عمليات تحري، مثل ما اليوم احنا نبحث عن شيء ونريد نتحرى عنه، نريد نكتشف وين يمكن هذا الشيء يكون ضايع من عندنا مثلا. فعمليات التحري تمضي إلى المناطق الآثارية وتقوم بإجراء المسوح اللازمة بوجود الخبراء، من بعد ذاك تتقصى إلى أن تتوثق بأن هذه المنطقة اللي هي ممكن تكون تلة معينة، أرض معينة قريبة من يعني منطقة أيضا آثارية مكتشفة، لأنه أنت إذا اكتشفت منطقة آثارية في محافظة من المحافظات فمعناتها أنها هي جزء من منطقة آثارية كبرى، جزء من ما يدل على مدن أخرى قد تكون تحت الأرض ترتبط بحضارة من الحضارات. عندئذ تنطلق البعثة بإجراء مسوحها وتحدد المنطقة تحديدا جغرافيا، وكذلك عن طريق احنا نسميها اليوم الجي بي اس، يعني عن طريق الخرائط الجوية، وتمضي عمليات التنقيب، ندخل في منطقة اخرى. جيد جدا. انا حقيقة بلغني فشيء معين، اليوم احنا محتفلين بكل تأكيد هذا الانجاز. نعم. انه حضرتك شاعر، وشاعر يعني فصيح جدا، ممكن كاتب شيء للعراق او لا؟ اذا نسمع من الممكن بهذا المحفل يعني اليوم؟ أكيد يعني إحنا كاتبين للبلد، بس أنت لو بس مخبرني بداية حتى يعني حتى تجي مفاجأة يعني إذا يستحضرك شيء أو لا. الآن يعني ما يحضرني، لكن ممكن يجوز نهيئ خلال الدقائق القادمة ممكن نستحضر بعض الأبيات. إحنا مستمرين أكيد بعمليات التحري، أكيد إنجاز من الممكن يحسب هذه المتابعة. اليوم نحتاج مثل هذه المتابعات. مثلا ذكرت حضرتك عندنا بعثات كثيرة، توجد مخاطبات مثلا الوزارة مع جامعات خارجية بهذا الموضوع مهتمة بالتاريخ والآثار، على ضوءها تجي البعثات أو كيف الآلية من الممكن؟ شوف عزيزي، لاحظ أكو شيء مهم. اليوم العراق يمر بمستوى من الأمن والاستقرار، وهذا هو جزء من يعني الاستقرار اللي احنا نطمح له، باعتبار أن البرنامج الحكومي يسعى لهذا الاستقرار الأمني بلا شك، والناس تسعى له، وينعكس على كل نشاطنا وتجليات عملنا في الوزارات منها وزارة الثقافة. وإلا لو لم يكن هذا الاستقرار مشهودا على مستوى العالم، وتعرف كل البعثات الأجنبية إذا تريد توصل إلى العراق فلديها مجساتها في هذا الموضوع، فهذه نقطة أساسية في رغبة البعثات في أن تصل إلى العراق. اليوم هذا المستوى المتقدم من الأمن يتيح للبعثات الأجنبية الخوض في الأرض العراقية والوصول إلى المناطق البعيدة، لأن هنا أذكر لك شيء مهم، أن الأراضي الآثارية اللي يصير فيها عمليات التحري والتنقيب هي في الغالب أراضي بعيدة عن المدن في مناطق قصية، وهذا طبعا يزيد من التحدي الأمني. ورغم ذلك الحمد لله اليوم بعثاتنا تعمل في أرضنا
وهناك تعاون ممتاز من الأهالي في المناطق القريبة من هذه الأراضي المكتشفة. ما نفعله في الوزارة هو أننا أعدنا حقيقة الثقة بعمل الثقافة والعمل الآثاري، وأعدنا هذا التواصل مع الجامعات مع المؤسسات المتخصصة في العالم. وهناك هذا يعني الحلم الذي نتحدث عنه لدى مجموعة كبيرة من الأساتذة في الوصول في العمل في الأرض العراقية. أضيف هنا نقطة مهمة، فيما سبق من العقود كانت البعثات إذا وصلت إلى العراق وتحرت ونقبت تأخذ نصف المكتشفات واللقى التي تحصل عليها فيما مضى. اليوم قانون الآثار والتراث يحمي هذه القطع الأثرية ولا يمنح ولا ربع قطعة للعاملين. جيد جدا، لأن مرات تحس بالنفس لما نشوف الآثار بالخارج. نعم، هذه بعض الأعزاء يسألون يقولون أنه هذه القطع شلون طلعت خارج العراق فيما مضى، طبعا قبل يعني 70 سنة 80 سنة أكثر من هذا الرقم. هذه خرجت، كانت الاتفاقيات يعني تقضي بهذا النوع من التعامل. طيب دكتور، هذا موضوع مهم جدا حقيقة. نعم. ودائما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مثلا إذا جرت مخاطبات من الممكن للدول اللي أخذت جزء من الممكن من الآثار اللي نعم. موجودة في العراق، هل من الممكن إعادة النظر أو خلص صارت اتفاقية ولازم يأخذون هذه القطع الأثرية؟ يعني هذا إذا نتحدث عما قبل إقرار قانون الآثار والتراث، طبعا ذيك اتفاقيات خاصة كانت، يعني هذا اتفاق رسمي كان فيما مضى، واليوم من الصعب أنك تتحدث عن إعادة هذه القطع. نعم لدينا مخاطبات مع بعض الدول اللي صارت فيها حالات من سرقة الآثار، يعني الدول الأجنبية بعضهم اللي عندهم آثار عراقية وآثار لدول عربية أيضا صارت عندهم سرقات في بعض المتاحف، وهذا اليوم يخلينا مثل ما يعني يدفعنا مثل ما يدفع بعض الدول إلى مخاطبة هذه الدول، بما أنه أنتم غير قادرين على حماية هذه القطع الآثارية فنحن نسعى أيضا إلى استعادتها، وإن كان هناك اتفاق قبل عقود في هذا الموضوع. ولكن على مستوى ما هو اليوم يعني جاري، وهو أنه هناك قطع تهرب، وهذه القطع تهرب عن طريق النبش العشوائي للأسف، يعني ما يقوم به بعض الناس في بعض المناطق غير المكشوفة غير المعلومة. شهدتم حالات من الممكن لبعض الناس أو المهربين؟ أكيد، يعني النبش العشوائي هذا موجود، وتعرف لا يمكن السيطرة على الأرض العراقية بكل يعني مساحاتها مع وجود شبكات من اللصوص الذين يعملون على النبش وإخراج هذه القطع، ومن ثم تهرب عن طريق شبكات تعمل في كل أنحاء العالم. وهذه معاناة لا يعاني منها العراق وحده، لا، جميع دول العالم. طبعا قبل أيام أنا كنت في ورشة، هذه الورشة دولية تعنى بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وهناك يعني معاناة لدى الدول فيها مواجهة هذه الشبكات. اليوم احنا في منطقة غنية مكتنزة، العراق، بلاد الشام، بالذهاب الى مصر الى غيرها، حتى في دول أجنبية يعني نتحدث عن الصين غيرها، هذه الدول تعاني من هذا النوع من الاتجار غير المشروع. المهم في هذا الملف، في ملف النبش العشوائي، أننا نرصد ونتابع عبر الهيئة، لدينا قسم للاسترداد يتابع بشكل جاد كل مواقع يعني البيع التي قد يعلن فيها عن قطعة ما، الأسواق التي تتداول هذا النوع من القطع. متى ما علمنا بأي معلومة عن قطعة عراقية نعرف ملامحها فنقوم فورا وبشكل عاجل بإجراء المخاطبات الرسمية عبر الخارجية العراقية عبر سفاراتنا. جميل. الاتصال بشكل مباشر وننظم ملف للاسترداد. بعد اكتشاف والتنقيب هذا يعني حقيقة مجسم المهم الثور المجنح، بالتالي ما مصير هذا الثور؟ هل يتم نقله إلى مكان أو نفس المكان راح يكون متواجد، أو كيف راح يتم مع الآلية بصورة عامة؟ يعني الثور المجنح في الأصل هو تم اكتشافه عبر يعني نسميه احنا بعثة عراقية حتى لا يذهب حق هؤلاء الذين عملوا في العام 1992. البعثة العراقية اكتشفت هذا الثور المجنح، وللأسف في العام 1995 قام مجموعة أيضا من اللصوص بقطع رأس هذا الثور المجنح، ومدة اختفى
هذا الرأس. بعد ذلك تم إلقاء القبض على هذه العصابة وعوقبت في وقتها، وعاد هذا الرأس إلى المتحف العراقي وهو موجود لدينا اليوم في بغداد. وبأمر في ذلك الوقت ذهبت الآراء إلى طمر الجسد الموجود، طمر تحت التراب. حقيقة لا نعرف الأسباب، ربما يعني يفكرون كان في وقتها بالحفاظ عليه، طمر. اليوم الجهد العراقي والبعثة الفرنسية ذهبت إلى استظهاره أو إظهاره بعد تحديد موقعه. حقيقة هذا الجهد جهد كبير وجهد مهم، ويؤشر إلى قيمة المنطقة التي وجد فيها هذا الثور المجنح. يعني احنا قبل قليل ذكرنا، انت اليوم لما لقيت هذا الثور المجنح انت تتحدث عن منطقة آثارية كبيرة جدا، كانت عاصمة لدولة بمستوى الدولة الآشورية. فهذا هو جزء او مؤشر من المؤشرات التي تشير الى ما تكتنزه الأرض. اليوم حقيقة لحد الصبح انا كنت مع معالي الوزير ونتحدث عن نقل هذا الثور على وفق يعني السياقات المعمول بها في موضوع نقل هذا النوع بهذا الحجم بهذا الوزن، يحتاج إلى خبرات عالية، ثم أن يعاد له رأسه الموجود. وهناك حديث ربما يكون يعني الثور في المتحف، يذهب إلى المتحف الحضاري في الموصل، وربما يجي إلى المتحف العراقي في بغداد. وهذا الثور المجنح اللي يكتشف حديثا مشابه إلى الموجود اللي في بابل، يعني اللي متواجد لو مختلف؟ يعني هذه الثيران المجنحة هي متشابهة من جهة وتختلف من جهة، بحسب الاختلاف والتشابه. تختلف في طريقة يعني احنا نقول رسمها، في مرات في أجنحتها، في حجمها، على مستوى الحجم، على مستوى الشكل، ولكن هي متشابهة بشكل يعني في الغالب أنها في العادة متشابهة، بحيث أنت مجرد تنظر له تعرف أن هذا النوع من الصناعة العراقية، الشكل ونوع الأجنحة، وهو جزء طبعا مما كان يعتقد به العراقيون سابقا في أن هذا النوع من المخلوقات إنما كانت تصنع لحماية المدن الكبرى في ذلك العصر. ويعتقد العراقيون فيما مضى في حضارتهم بأن هذه المخلوقات قادرة على توفير الحماية بما لديها من جسد عالي كبير ضخم، وتلحظ أن رأس الثور يعتبر ثور مقدس، وبأجنحة يمكن أن يطير ويمكن أن يؤدي أو يعني يضر بمن يحاول الاعتداء على المدن في ذلك الوقت. عدة مهام إلى مثل بلا شك بلا شك. يعني في مصر لما نقلوا جسد فرعون شاهدنا مراسيم واحتفالات. مومياء نعم. مومياء فرعون. مومياءات. فبالتالي اليوم إذا نقلنا من الممكن هذا الثور المجنح، ممكن تسليط إعلامي يكون كذلك متابعة للطريق وانتقاله من الممكن، تغطية مباشرة لهذا ممكن أو لا؟ نعم، هذه إشارة طيبة ذكرتها حضرتك. إحنا يعني في البال أن نصمم ونخطط لهذا النقل أكيد، و لدينا فيما سبق يعني يوم اللي استعاد العراق 17338 قطعة أثرية، من ضمنها لوح قلقامش الذي يعود إلى 3500 عام قبل الميلاد، وهو أول لوح كتب فيه الشعر في الأرض. هذا اللوح عاد مع الكبش السومري مع قطع بهذا العدد قبل سنتين. كان لدينا احتفال رسمي على مستوى وزارة الثقافة، وزارة الخارجية العراقية، ومؤتمر ضخم حضرته القنوات، وعادت هذه القطع إلى المتحف العراقي. وقبل تقريبا 6 أشهر أيضا فخامة سيد رئيس الجمهورية ومعالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد البدراني عاد ب6000 قطعة آثارية كانت محفوظة في المتحف البريطاني منذ 100 عام. تصور، يعني مستعارة طبعا هذه القطع مستعارة، لأن هناك نظام للاستعارة ما بين الدول في هذا المجال، لأنها يعني تعمل على البحث في هذا الموضوع الآثاري. فعادت القطع أيضا، وكان هناك احتفال، وكان هناك مؤتمر صحفي لرئيس الجمهورية الوزير، وحقيقة اهتمام كبير كان بهذه القطع التي عادت إلى المتحف. نأمل إن شاء الله أن يرتب هذا الاحتفال اللي ذكرته حضرتك، وأن يكون حقيقة هناك
هذا الشغف اللي يعني تكلمت عنه أنت، أن يكون هذا الشغف فرح أهلنا وشعبنا اللي يحب بلده ويحب أرضه ويحب هويته الحضارية الآثارية، أن نلقاه في أهلنا وناسنا اللي هم اليوم حريصين على تراثهم، حريصين على ثقافتهم، وهذه هوية حضارية حقيقة يعني لا يمكن التنازل عنها. اليوم العالم يقف مع العراق في الدفاع عن آثاره وتحت مسمى يسموها في يعني اليونسكو اللي يوقف ويانا في استعادة مجموعة من القطع، يسموها أن القطع تعود إلى موطنها الأصلي. هذا هو موطن هذه القطع. إذا وضعت بغير موطنها ممكن ما لها قيمة مثل ما موجودة في أرضها. لا، هي الفكرة أنه أنت لما القطعة تطلع من البلد تبقى قطعة مسروقة. حسنت. وكل دولة تخشى أن تتهم بالسرقة، هذه واحدة من القضايا الكبرى، أنه هذه القطعة ليست لهذا البلد اللي تعرض فيه، ولا سيما من بعد يعني زوال فكرة أخذ قطع آثارية بسبب التنقيب اللي تكلمنا عنه قبل شوية. نعم، القانون أنهى هذا الموضوع ولا يسمح لأي بعثة تنقيبية في أن تأخذ قطعة. فأي دولة راح تعرض نفسها للحرج عالميا دوليا أنها اليوم تعرض قطع مسروقة لبلد هو يمثل الموطن الأصلي لها. حسنت. لهذا حقيقة هذا الموضوع هو موضوع وطني، ووزارة الثقافة تبذل جهد كبير من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية في هذا المجال. أحسن دكتور أحمد للهياوي، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات بكل تأكيد، وأيضا نبارك لكم هذا المنجز. شكرا جزيلا لك عزيز. حياكم الله. مشاهدين الكرام، متواصلين بمشوارنا وأكيد فقراتنا لهذا اليوم وحلقتنا، نذهب إلى كلية الآداب، جلسة نقدية وشعرية، نشاهد هذا التقرير ونرجع بعد. نوفل برغيث هو شاعر وأكاديمي وكاتب وناقد، دكتوراه في النقد الأدبي من كلية الآداب جامعة بغداد. في نوفل العزيز بشهادة قلب، هو الألق المشق ندى ونبلى، هو الألق المشق ندى ونبلى، ومهما قلت فيه يظل أحلى. فنوفل إذ يخص المجد ندا يراه مكللا حسبا وأصلا، وكم مدت عليه ظلال عسر فجلاها ومد اليسر ظلا. مررت على وطني لا يزال تبعثره لحظة الاحتلال، وفي العمر همس ورجع بعيد، كأن العراق نبي وحيد يمر بأحزاننا شاهدا، ويجمعنا حوله والدا، ويحرثنا واحدا واحدا، ويزرع في كل وجه سؤال، وكان يلامس نبضي يشد وقوفي يطمئن شمسي يبارك أرضي ويبذر ظلا عنيدا ويمضي. أجلت صبري والمواعيد فالغرام عجول، ثم قام الدعاء يسحب عمري، ومشى الماء خلفنا والفصول. بدأت ويتعبني الافتتاح، فإن خانني هاجسي فالسماح. بدأت ويتعبني الافتتاح، فإن خانني هاجسي فالسماح. موزعة حول صمت البلاد مآذنهم، ويفوح الصياح، وشمس محملة بالصلاة على كل مئذنة واصطباح. علمتنا القبيلة أن نكتم عشقنا ونخبئ انكسارنا ونشهر قسوتنا ونبتسم للطعنات، وعلمتنا القبيلة أن نشحذ كبرياءنا كل يوم أمام الريح، وأن الرجال
لا يبكون، وعلمتنا الجنائز، علمتنا الجنائز أن نتدرب على الرحيل ونصغي جيدا إلى درس الموت، وأن نتأكد من مغادرة الأهل والأصدقاء سريعا، وأن مراسم التابوت هي حفل التخرج الأخير. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذه الجلسة، وهذه الجلسة كانت وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار والشاعر دكتور نوفل أبو رغيف. بكل تأكيد مثل هذه الجلسات مهمة وتناقش قضايا مهمة للمجتمع العراقي. برنامج الفرات داركم لا يخلو من الطاقات الشبابية والإبداعية. ضيف حلقتنا لهذا اليوم شاعر، شاهد هذا الروبرتاج ونرجع بعد. لحبيبتي التي لم تراها عيني أمي، هي ساعة والشمس يخلص وقتها، والغروب يعبس بوجه المدينة وتصغر ولاية كبرها. الله الله. وادري راح الليل ياخذنا صورها، عاب شمت عطرها، الشيلة قرآن اللي تامل فقدت امها، امي مثل الدنيا من ايامها تاكل عمرها، المال ام ديما يصلي وهي سجاد. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذا الروبرتاج. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الشاعر فاقد عياو، حياك الله. حياك الله سعد، نورتنا في برنامج الفرات داركم. شلون كان الطريق؟ لا حلو الطريق. أنتم ماكو ازدحامات؟ لا زين الحمد لله. الحمد لله. بداية حدثنا يعني فاق، شلون دخلت مجال الشعر وأنت ما شاء الله يعني صار لك كثير بهذا المجال والوسط، حدثنا أكثر. دخلت نعم للشعر تقريبا سنة الفعلية سنة 2008 وتكتب الشعر. حقيقة ولدت، انت تعرف العراق وظروف العراق وامور العراق، جيت للدنيا يتيم، مجموعة امور، فصار بعض المشاكل والضغوطات، يعني ضغوطات الدنيا سوتنا شعراء. كل الشعراء هيك، كلهم عندهم ضغوط نفسية مشاكل، فيلقى متنفس من خلال الشعر. أيه. من الممكن، لأن الشاعر وليد المعاناة. زين منو مثلا ساعدك دخول هذا المجال؟ منو اللي انطاك الدافع المعنوي يعني مثلا للكتابة؟ أنا كنت أسمع عريان سيد خلف الشاعر الله يرحمه، الله يرحمه، أسمعه دائما دائما، ماكو حافظ الطاني، أنا لقيت نفسي شاعر. زين الشعر مو يحتاج مثلا يتعلم أوزان مثلا بحور الشعر أو لا كذا حتى ما يصير بها زحف أو لا غيره؟ لا الشاعر الشعبي يكون فطري على الفطرة يكتب، لأن يحكي ما لا تهنى. أي ما لا تهنى ما لا شارعنا هو، لأن خالط الناس دائما. زين شنو الرسائل اللي تقدمها من خلال شعرك؟ تقول الضغوط دائما تتناول جانب المشاكل اللي تعيش بيها، يعني موقف أتأثر بيه أكتب عليه. اي دائما المواقف اللي اتاثر بها اكتب عليها. واذا الشاعر من يتطور بالوجع وبالمعاناه وبالحب، ها يقوم يكتب. زين يشوف الموقف يكتبه. زين نسمع شيء، شو محضر لنا؟ محضر لك شنو اللي يغزر بعينك، يا شاتن على سجينك، يا سر مضموم بس وياي وانت ولاي حاجينك، وقت الاه والويلاه وانت ولاي غزرن كئهن بعينك، يا سر مضموم بس وياي وانت ولاي حاكينك، ضقت الاه والويلاه الله وانت ولاي غزرن كئهن بعينك، باكر هم عليك الدور وتبين نياشينك، لو تطل عمر مطلوب لي وما تفقدينك، عرفتك ما ظل وياي المطر ما خوف مبلل، ولبسك لبسة الفلاح للعاقول، وامشيه الدرب وحدي واذا طول، وعنك ما ارد واسال مثل عابر سبيله وياك وبديرة غرب حول، يا ما تسوى تصير بروحي الاول، يا فشلة باجي من فلوس ما تسوى تريد تقولها وتخجل، اريد انساك راح اندل، انا بلياك قام يقودني ليندل. الله الله الله، صح لسانك بكل تأكيد. يعني اليوم أو سمعت بالروبرتاج يعني لوالدتك أو كذا قصيدة، يعني كان عندك هذا الهاجس دائما الوالدة والحنين للوالدة، شنو كاتب للوالدة وعن الأم؟
هي ساعة والشمس. بداية شنو تقولها قبل لا تقرأ لنا؟ شنو تقولها؟ أو شنو تنصح الشباب اللي ممكن ما راضي والدته، من الممكن متعب والدته؟ هذا اللي تعب والدته مو بشر ولا إنسان ولا أعتبره من البشر، هي الحبيبة، هي شكو غيرها؟ الله، والله هي الحبيبة اللي تتغزل بيها، حرام ما تحب غيرها. أحسنت. أنا ما عندي والدة، أنا ولدت. الله يرحمها، الله يرحمها. هي ساعة والشمس يخلص وقتها، والغروب يعبس بوجه المدينة، وتصغر ولاية بكبرها، ودر راح الليل ياخذنا صورها، العافية بشمة عطرها، شيل قرآن اليتامى لفقدة أمها، أم مثل الدنيا من أيامها تاكل عمرها، المال أم بي من يصلي وهي سجادة الصلاة، الطير لو ما أم ريش كان ما يحضن سماه، اللي عند أم عون حار أم هي المشتهى. الله الله. اللي عند أم عون حار أم هي المشتهى، يما من دونك كشختي شيخ لكن خان وقته، وهسه رضعان السلف تركض وراه، وهم داهل عند أم ويقول عاشق، هم دا أم نكهة الله من حطها بهواه، أم كل دكتور وصفها بدواه، ويا قمر ما يعشق أمه، أم قمرة، أم حتى القمر غازلها بضواه، أم زعلان ويحبك بس تكظ المستحى، أم دمعة بعين عاشق من سفر محبوبة جاه، أم يا كسوة يتامة بوجه الحديثة الشامة، يما بعدك قلبه مات وما عرفت البيت يما، وشارع بشارع يبات. الله الله الله، الله صح لسانك وسعة الله قلبك بكل تكيب. يعني اليوم شعراء فتحت لها هواي مجالات من الممكن، المنتديات الشعرية يعني بكثرة صارت، شوفها جانب إيجابي أو سلبي؟ طبعا إيجابي، نشر الثقافة بأي مجال هو جانب إيجابي. زين ليش البعض من الشعراء جو، طبعا زملائك هذا في برنامج فراد داركم، يقولون كثرة المنتديات أنه مو شيء صحي، مو شيء صحي للشعر بصورة عامة، لأنه راح تخلي الشاعر متشعب أو كذا؟ ليش الشاعر؟ هو الشاعر أصلا منتمي لمنتدى خاص بيه، خاص بمنطقته أو خاص بولايته، لا مش شعب ولا عبد. وبالعكس احتواء الطاقات بهذا المنتدى، تلاقح افكار، احتكاك، قصائد. اي فعلا، ليش يعني شيء سلبي؟ مو سلبي. زين اليوم مواقع التواصل الاجتماعي صراحه حيز جدا كبير اخذت، وشعراء هواي من خلالها انعرفوا وصاروا من الممكن حاليا اسماء يعني معروفه بوسط الشعر. شلونك بجانب التواصل وتنشر فيديوهات لو متواصل او لا؟ انا معروف خلال وسط الشعر الشعبي، معروف وال يعني، وكل الشعراء هم احبابي واصدقائي، واحبهم ويحبوني، وتربطنا علاقه طيبه انا وياهم. جميل. اي اشوف من عندك أكبر تسامح، شاعر لاصغر شاعر. اشوف عندك تسامح يعني، ما عندك. اي انا انسان متسامح. يعني الشاعر ما يكون انسان شنو ذات. ها جميل جدا، يعني بكل تأكيد مثل هذه المواضيع مهمة تكون، أو الصفات بالإنسان نفسه بكل تأكيد. نسمع بعد شيء، شنو محضر لنا؟ راح أسمعك هاي هدية، القصيدة طبعا طلبوها مني، أنا ما حافظها. يقول صفقت لك قمت تندلل لجمن، وأنا تارض ظهري منك، وتدري بجروحك أحبهن، من طحت شا ما شلتني. وسولفتني نكتل الشمات كلها وضحكتهم، ليش بيدك انا صاير شنط حين وصفقتني؟ ليش مو ديك الدرابين اللي مشيناها سوى تحسب ضحكنا؟ وانت كان كحله يتيمه ودمعتني، انت كان كحله يتيمه ودمعتني، الما يصدق انا شايل صفنته لما عفتني، اللي ينغلب أنا شايل حصرتها لما انبعتني، وأهلي على الجنايز طشرتني، وكانت الحزورة سهلة وانت تعرف حلها أنا وما قلتني، وكانت الحزورة سهلة وانت تعرف حلها أنا وما قلتني. ايوه انت تعرف حلها انا وما قلتني. ممكن بالموبايل مكتوبه؟ ايه ما حافظها. كملنا بالموبايل يعني. ايه واهلية وعلى الجنايز طشرتني، اه يا قلب اللي يشتم كل قصيده تنكتب وانت البعيد وما اشورك، ومن مشيت ولا شرتني، شاعر وفاقد عفتني.
الله الله, الله يسلمك. صح لسانك بالتاكيد. يعني القصائد الشعريه الجديده يحتاج الى وقت. يلا تنحفظ. اول امبارحه كاتبها ووازوني يلا قالوا نقرا لنا اياها. اكثر المواضيع اللي تناقشها من خلال اليوم، نعرف الشعر هو رساله، شو المواضيع اللي تحب تناقشها وتقدم رساله للمجتمع من خلال الشعر؟ يعني القصائد مالتنا كلها وجدانيه، كلها عن الوجع. انت موجوع فارق. اي والله كلها عن الوجع والحب وهاي السوالف. أه. والله الشعر به عدة امور، والشعراء هذا اللي يكتب غزل، هذا اللي يكتب وجداني، هذا اللي يكتب عن الوطن، فكل الشعر الشعبي هو رسالة للمجتمع. جميل جدا. يعني بعض القصائد من الممكن اكو شخص حتى لو قصيدة هي الضر المجتمع ممكن يكتبها بألفاظها بكذا. اليوم مراعاة الألفاظ مهمة جدا، شخص يعرف شنو يقول شنو كذا. اليوم أطفال بدأت تسمع، لازم أكو توعية بهذا الجانب أو لا؟ هي أكو توعية، أكو اختصاص أستاذ بشار الشجيري، اختصاص أمور مواضيع تخص العائلة. مثل عنده قصيدة الأخت وصلت ملايين المشاهدات، هو اختصاص أصلا موضوع عائلي. جميل، تحياتنا لك. يدافع عن حقوق المرأة كل الأشكال مالتها. فيناقش أو يناقش قضايا مهمة بكل تأكيد. لكن اليوم حقيقة بعض الشباب من الممكن، كثير عندنا شعراء، احنا بالوسط العراقي أو وسط الشعر بالعراق وعدنا شعراء. ايه كلش. ومو يعني بحيث انه ياهو اللي يجي يقول انا شاعر، شنو محددات الشعر؟ لازم غير اكو نقابه من الممكن مسؤوله او تعطي رخصه من الممكن حتى يكون شاعر او لا؟ ما عندنا، لا ماكو لا رقابه ولا اصلا. حتى اي واحد قام يكتب قبل نشر وسمى الشاعر فلان بن فلان. اها ماكو رقابة. هي مشكله هي. المفروض الدوله تحدد رقابه على هيك امور. انت شاعر لك هويه من الدوله ولك منحه ولك. لا هسه ماكو. عندنا شعراء، عندنا حسين عطيه يمنا بالولايه، اذا تجي على القصائد مالته تلقاهن صف اول ابتدائي داخله مناهج دراسيه، جاي تدرس جاي تنحفظ. بس ما معروف ومظلوم اعلاميا. وهسه راحت تدخل المتوسطه هم قصائده بالكتب، ولحد الان لا معروف ولا عايش بالتجاوز. يعني الان موجوده بال حسين عطيه، اذا تريدون اسوي له مثلا قصيده ما حافظ له فصحى. أها. فصحى بحته. تحياتنا له بكل تاكيد. يعني اذا يشرفنا احنا اكيد ابوابنا مفتوحه وبرنامجنا دائما كل طاقه وكل شاعر من الممكن يجينا وينور ان شاء الله. زين نسمع شيء اخير. الاثر جد من نمل مشيت نوثقيت، وعلى ذاك الدرب مشيت هنوقي بصحراء وهوى، وكان الدليل يضيع ظل مولاس هيل ولا قمر فوقي. وكل هذا وصلتك قلت يم مرتاح، وكنت ويا التعب جايب إلك شوقي، ولقيتك أبرد من الغبشة بجواريد، لا ملقى وهلا بايحن بسوقي، رحال وصرت غير انت عن بعيد، غير انت العزيز الحارق عروقي، حسبت الهوى لو مر علي تغتاب، واول واحد انت تاخذ حقوقي. شبي وجهك تغير كان وجه جناز، كان ولا مغزر على اللسن ضوقي، طبع نخلع شت فحطت حيل الناس، الله والحضره جنابك كان فضع ثوقي. الله الله صح لسانك. شكرا جزيلا لك، نورتنا فاق. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك استاذ. حياكم الله. نعم أعزائي المشاهدين، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على امل ان نلتقيكم في حلقات قادمه. في امان الله.